لك يا درسانة طب غير لون شعري غير مو بس غير لون شعري جابي جاكيت جديد من عند قطن كتير لابق لك اذا هذا هو خط الاستواء وكم ساعة حطيتهم بالفرن حتى استووا يا لقطن استاذ ممكن تعيد الشرح لانه والله ما فهمت عليك لا كان لازم تسمعي من اول مرة حيوان عفوا لازم تسمع من اول مرة والله تربايتي يجب أن نحافظ على نظافة البيئة استاذ شو يعني ناكل البسكوت بقشرتها؟ لا بدنا يعني نجيبهم فرد ما بعرف ماما إذن يا طلاب مين بيحكي لي الخروف شو بيعطينا؟ صوف صحيح طيب الدجاجة شو بتعطينا؟ بيض استاذ اها طيب الكلب شو بيعطينا؟ دروس حرف الآي مين بيحط لي إياه بكلمة جديدة؟ استاذ آي لاينر استاذ اي شادو انا كنت والله لخليكي تقولي اي اذا من اين تاتي الغيوم اكيد من غازات الطيور يا حليش حلوه استاذ والله حلوه يا طلاب مين قتل نابليون استاذ والله مو نحن بلا مزح برجع بعيد السؤال من قتل نابليون استاذ والله لازم عم نمزح عن جد نحن استاذ والله مو نحن دقيقه راجع لكم خير استاذ طول بالك روي قتلنا باليوم بيقولوا لي مو نحن ما بعرف شو لا لا طول بالك لا اكابر ومحترمين بعرفهم انا هي الشعبه انا بسالهم يا طلاب يا حلوين جاوبوا لي الاستاذ مين قتلنا باليوم والله يا استاذ مو نحن والله غريبه انت متاكد انه القاتل بهي الشعبه والله متاكد الحديقه وليد إلى ذهب الحيوان الحديقة مين بيرتب لي هاي الجملة بالشكل الصحيح؟ استاذ 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 وليد الحيوان ذهب إلى الحديقة إذن عطوني معجزة من معجزات الكون استاذ 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 إنك تغيب المعجزة إنك تسكتي وما نسمع صوتك لمدة 5 دقايق بس مرحبا يا طلاب أنا الأستاذ الجديد صالح استاذ صالح للأكل ولا للشرب استاذ صالح اللي مزعله مين بيعرف شو أكتر مكان مشهور بتركيا؟ تاكسي مكان مشهور مشهور نصل بالماء وين وظائفكم؟ استاذ وين أوراق الامتحان اللي قدمناه امبارح؟ عندي غير أوراق لغير شعب عم صلح لهم إياها استاذ نحن عنا وظائف غيرك نكتبها بدك يسعد قلبي أنا بنت تربايتي هالبنت استاذ يلي جنبي فاتحة فيسبوك وانت شلون عرفتي هالشي؟ استاذ هلأ شفتها أونلاين بيتك شو غبية كيف بتصير الجلطة؟ استاذ لما انت بتعمل امتحان مفاجئ لما بدنا نحكي لشخص انه تعال لهون باللغة الانجليزية شو بنحكي له؟ Come here احسنتي برافو طيب اذا بدنا نحكي له روح لهنيك شو بنحكي له؟ استاذ بروح لهنيك وبقول له Come here مو هيك؟ خالص بحكي ختمتي اللغة خالص مرحبا يا طلاب انا الانسه سلام انسى وانا اسمي مرحبا وانا اسمي اهلا وسهلا لا يا زمن ولك يا صباح الليمون لاحلى عيون صباح الكنتاكي الامتحان عم يستناك اذا مين بيعطيني مثال عن رحاله عربي استاذ ابن بطوطه احسنتي استاذ ابن دبدوبه ابن نموره استاذ الثالثه ابن قلوبه ابن قلوبه بنت مهضومة بتعرفيها؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ استبدلان استاذ هو ما هو ممنوع بس ما معنا نصرفه نحن بنحسن انه نطلع على الشمس ايه استاذ وشلون بدنا نطلع على الشمس وحرارتها مرتفعة؟ ايه استاذ بنطلع بالليل انا اسمي الاستاذ معروف استاذ بس انا ما بعرفك استاذ معروف ولا مع سيلينج؟ ما هو مفرد كلمة مصائب؟ ليس لها مفرد لانه بيجي كلها مع بعضها اليوم رح نبلش درسنا بطاقة إيجابية تمام؟ بطاقة إيجابية ولا بطاقة فن؟ شباك إيجابية عن جد مو طبيعية رفيقتي مو طبيعية استاذ تفضلي استاذ بدي اياك لما تصلح ورقتي تكون متدفي منيح ليش؟ استاذ لأنه علامتي حتكون تحت الصفر عندما مات نيوتن قامت الولايات المتحدة بإطفاء الأنوار 10 دقائق تكريما له استاذ بسوريا لهلا عم يكرموه شو اسمك بنتي؟ يا ماما تمام
وانت بالاخير يا بابا. اكمل البيت التالي: من لم يمت بالسيف مات. من لم يمت بالسيف مات بالشتاء. اضحكي يا سفنا. اذا حسب نظرية التطور، شو هو احدث كائن انوجد على هاي الكرة الارضية؟ استاذ القنفذ. استاذ القنفذ. القنفذ؟ ليش القنفذ؟ استاذ لانه شعرات سبايدر. اذا التابع هون متزايد اما متناقص؟ استاذ والله ما بنعرف، حط انت من عندك يعني. رح نقول متزايد. استاذ انت فصل ونحن من البيت. لا متناقص. كل وحده تكتب لي موضوع تعبير تعتبر حالها مديره شركه كبيره. انت اللي بالاخير ليش ما عم تكتبي؟ ناطره السكرتيره تجي تجيب لي ورقه. علل لماذا كتبت التاء مبسوطه؟ استاذ مدري مين مقرقرها. يا عمري ما انا درس هيك. يمكن مستخدمه فور يو. يا طلاب ليش مو كاتبين غير اسمكم على ورقه الفحص؟ استاذ فخمت الاسم تكفي. خلص الحبر. مرحبا انا الاستاذ الجديد فادي. بما انك فادي تعال العب دقتك. احملي حالك واطلعي لبرا انت ولجا انت رفيقتها، اطلعي لبرا يلا لو سمحتوا يلا بسرعه بسرعه عم بحكي. تفضلوا لبرا ويفضل ما تحضروا حصة بنوب. جيلكم جيل وقح. إذا قلنا ما رح نهتم، ما رح نخلي أي شيء يوقف في سبيل العلم، رح نبلش درسنا لليوم. اعتذاركم غير مقبول ولا يمكن يكون مقبول، ولا بكرة بتحضروا درسي، تفضلوا لبرا. بس نسينا الشبس. جيبي جيبي. اليوم يا طلاب حنتعرف على أقسام المعي الغليظ وأقسام المعي الدقيق. استاذ الدقيق ولا الطحين؟ استاذ المعي ولا المعك؟ أنا ما معي شيء على فكرة. لما يجيكم السؤال بالامتحان رح يكون على شكل سؤال وفيه ثلاث خيارات، أنتوا بتختاروا واحد. وإذا كانك حطنا شوية بندورة لأنه والله ميتة على السلطة. يا أنا كمان عاملة دايت. ها شايف؟ حدا معه قلم بيكتب؟ استاذ انا عندي قلم بيقرا. استاذ انا عندي قلم بظهري. مثل ما عمل لك يا استاذ، انا هي الشعبه جربتها مره ومرتين وثلاثه ما لي بدرسها. يا استاذ انت اخذ احسن شحبه عنا بالمدرسه، اذكى النخبه النخبه دول. شوف 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 يا حلوين، شو بيجي بعد 6 و7؟ مالي استاذ. شفت شفت مسكاهم. ها شو بيجي بعد 9 و10؟ شاب وبنت وختيار. لك شفت لك اخذ احسن نخبه المدرسه نخب. اصلا انا عم بشوف يعني معقول ينادوا لك استاذ بال تمام تمام دبر امورك ماشي يلا اذا صار شيء. بس ليك لا تعطيهم القص اليوم يعني صغار بعدهم بلا صوت. شو عاصمه المغرب؟ الصبح. لا شو ليش العاصمه؟ لا استاذ. يا طلاب بكل مسيرتي بالتدريس ما مر علي تعليق مثل هاد. استاذ ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. شو يعني اي لايك؟ الاستاذ مع ببك. شو التعليق؟ التعليق مثل مسكتها للمايك. مرحبا يا طلاب. مرحبا يا طلاب انا الان مرحبا يا طلاب انا انسي سلام. انا الان هم تعلموني عربي وانا معلمه العربي. استاذ استاذ ابن دبوبه وابن نموره وابن كلوبه. كلوبه كلوبه. شو هاي شو الكلمه؟ لا ابن بطوطه هذيك. ابن دبوبه ابن كلوبه ابن كلوبه احلى من الكومنت. العشوائي. يا رب يفوتوا لانه عن جد ماني مجهز الدرس انا. يلا حنعيد حنعيد. الابله كلها قلتي استاذ ما عرف استاذ. يلا اوكي رجع عيد. جاهزه؟ عيد ايه. اوكي فوتي. كيف تحدث عن جد؟ هلا هيك تحدث لما انت لما انت بتمثلي معي. اهلا وسهلا استاذ. استاذ بس انا ما بعرفك. استاذ مع الروف ولا مع الشقفة ولا شو كان التعليق؟ مع الروف ولا مع الشفة؟ شو الشفة؟ شو شقاوة؟ شقاوة؟ انت اللي روحهم تطلعني اليوم. اوكي تعال بدي اوشوشك تعال شوي بدي بس وشك شوي 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 دفع. تقول استاذ هلا؟ دعسوس؟
كمان. اوكي اصدقائي، لهم بكون خلص الفيديو تبع اليوم. شكرا كثير لمتابعتكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. احبكم كثير.